شندك بتروح يا ابو ابراهيم؟ عند العرس. من العرس؟ تسلم تسلم يا ابو عاد تسلم. مشوار طويل يقول يمدي. وين يمدي؟ وين يمدي يا عمي ابو علي؟ وين يمدي يا عمي ابو علي؟ يقول لك عند شيط، يقول لك عنده عرس والد اخته بالدمام مشوار دم. قام اسمع اسمع يوبا يوبا اسمع، ساعة واحدة يوبا انا امشي شوي شوي مو مثلك. ابو ابراهيم لا تطوع عمي ابو علي، يبا اذا وراك يبا عرس قام يبا توكل على الله، هبوبك انك تمشي ولاحق علينا. تعال بس قام بس قام. والله لا ساعة، كل ما جيت بتمشي قعدك بتروح تسوق وياه. بالسلامة يا عمي ابو ابراهيم، بالسلامة يا عمي ابو ابراهيم. توصي شاي يا عمي ابو ابراهيم؟ ما ده بك راح لابو ابراهيم وقل له عطنا شنطتك بوديه لك السيارة بسرعة. شيل شنطة ابو ابراهيم وتعلي المطبخ بسرعة لا يلحقك ابو ابراهيم. لا يبا لا توهقن وياه، ما في شد حماد ابو ابراهيم، ترى مجهز لك مقلب يا حماد، ترى مجهز لك مقلب يا ابو احمد. تعفيني؟ اعفيك من المقلب. انت وعد تساعدني وما اعفي، بس اعرف بس وعد وعد تتعهد. لا تعهد بس خلاص تعلي المطبخ. ما في غير ذي ابو ابراهيم، ابشر من عيوني ولا يهمك ابشر. عزمت اجت امشي عمي ابو ابراهيم. اي والله والد اختي. ايه ذوكي راح الشكشوكه. السكسوكه يابا السكسوكه. شو مرت هذا بس خلنا والله خلنا ودي الاغراض وارجع المم الاغراض. ليش زين ليش؟ والله العظيم انك يا ابو احمد والله والله العظيم يا ان حماده رجال والله يبارك. خدوم والله خدوم يا بعد شيل بعيوني هذا والله خدمنا مني خادمه. بيض الله وجهك. زين اقول ليش ما تتعش ليش ما تتعشى الليل وبعدين تمشي عمي ابو ابراهيم؟ مستعجل هون الوقت متاخر هون الله يعافيك. يعني ملزم يا عمي ابو ابراهيم؟ والله ملزم بعد ودام انك ملزم بعد ما نقدر نقول شيء. تبي اروح وياك؟ تبي اسوق عنك؟ تبي ذا؟ والله عمي ابو ابراهيم اقول بس ممكن برا بس ان شاء الله ان شاء الله عمي ابو ابراهيم. يلا الله يعطيك العافية يا عمي ابو ابراهيم. بسرعة غسل ثياب ابو ابراهيم. اي ما يصير ابو ابراهيم يروح حق الخالة ام ابراهيم وثيابه واسخة، يصير يروح حق الخالة ام ابراهيم. احنا ننظف ثياب ونغسل مرتب. اي عشان